السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي مدونة أرباحي وقناة تكنو نيوز في درس جديد. في هذا الشرح سأقدم لكم محفظة وموقع الفوست باي لجمع العملات الرقمية وربح المال من الانترنت بطريقة سهلة وبسيطة جدا، إضافة إلى أنك ستحصل على محفظة خاصة بجميع العملات الرقمية يمكنك من خلالها تجميع العملات وحفظها بأمان واستخدامها فيما تريد. يمكنك إبقاء العملات الرقمية على محفظة الفوست باي أو سحبها إلى محفظتك الخاصة مثل محفظة كوان بايمت أو كزابو أو كوان بايز وإلى آخره من المحافظ الأخرى. المهم أن هذا الشرح مفيد جدا وسيعجبك بالتأكيد، لذلك لا تبخل علينا بعمل لايك والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائك. في هذا الشرح سنقدم لكم طريقة التسجيل في موقع الفوست باي، إضافة إلى كيفية الربح من محفظة الفوست باي وكيفية سحب أرباحك وإضافة عناوين المحافظ الإلكترونية وكيفية السحب من الصنابير والمواقع التي تدعم هذه المحفظة. المهم سأترك لكم في صندوق الوصف أول رابط فيه رابط محفظة الفوست باي، إضافة إلى شرح مفصل للمحفظة وطريقة الربح منها وطريقة الاستفادة منها، شرح كامل إن شاء الله ستفهم هذه المحفظة، هي بديل الأول لمحفظة الفوست هوب. تابعوا معي الشرح. قبل البداية في الشرح أدعوكم إلى زيارة مدونة أرباحي، إن شاء الله ستجدون عديد الطرق لربح المال من الانترنت ودروس خاصة بهذا المجال ستستفيد منها بالتأكيد. المهم رابط مدونة أرباحي في صندوق الوصف، يمكنك إضافة مدونة أرباحي إلى المفضلة وكذلك يمكنك الانضمام إلى الموقع. عندما تدخل إلى صفحة مدونة أرباحي تضغط على انضم لموقعنا ثم تضغط على متابعة، ستصلكم الدروس الخاصة بنا يوميا. كل يوم إن شاء الله ستجدون درس وطريقة جديدة لربح المال من الانترنت، إضافة إلى شروحات خاصة بالعملات الإلكترونية ودروس خاصة بالسي بي اي والأفلييت وجميع المجلات لربح المال من الانترنت. المهم سأترك لكم رابط التسجيل في محفظة الفوست باي في صندوق الوصف. بعد الدخول إلى موقع الفوست باي تضغط على سيناب أو التسجيل لعمل حساب في الموقع أو هذه المحفظة. كما قلت فيها عديد المميزات الخرافية، تدعم جميع العملات يمكنك استخدامها كمحفظة أو كوسيط بين الصنابير والمواقع ومحفظتك الأساسية مثل كوان بايز أو كوان بايمنت أي محفظة أخرى تستخدمه. المهم في البداية ستضغط على سيناب للتسجيل، إذا لم يكن لديك حساب تقوم بإضافة اليوزر نيم والإيميل ثم تقوم بإعادة كتابة الإيميل في الخانة الثالثة، تقوم بعمل باسورد وتقوم بإعادة كتابة الباسورد ثم توافق على الشروط وتضغط على أي نوت روبوت ثم تضغط على سيناب. ستصلك رسالة تأكيد الحساب إلى الإيميل الخاص بك الذي وضعته، تقوم بتأكيد حسابك ثم تضغط على سينين لتسجيل الدخول إلى حسابك في محفظة الفوست باي. طريقة التسجيل سهلة جدا، بعد التسجيل في الموقع تسجيل دخول إلى حسابك ستأتيك هذه الواجهة. كل يوم عندما تدخل إلى محفظة الفوست باي تحصل على نقاط، هذه النقاط ستحصل من خلالها على أرباح يوميا. فقط تدخل إلى الفوست باي تضغط هنا I like it وستحصل على نقاط كل يوم. توجد الكثير من الطرق للربح من الفوست باي، فقط تضغط على earn وهنا ستجد طرق الربح. أول طريقة هي فوست ليست، سنضغط عليها ستجد مجموعة من الصنابير والمواقع التي تدعم هذه المحفظة. من خلال هذه الصنابير يمكنك الربح والسحب مباشرة على محفظة الفوست باي. إن شاء الله في دروس وفيديوهات قادمة سأريكم عديد الصنابير والمواقع التي تدعم محفظة الفوست باي. مثلا هنا في عملة البيتكوين تجد هذه المواقع والصنابير التي يمكنك من خلالها الربح والسحب مباشرة على الفوست باي. كذلك هنا عملة الإثريوم توجد فيها عديد المواقع والصنابير التي يمكنك من خلالها الربح والسحب على الفوست باي، كذلك الدوكوين واللايتكوين ومختلف المواقع والصنابير. وهذه الطريقة الأولى للربح من الفوست باي وهي أسهل طريق. هناك مواقع والصنابير يتم فيها السحب مباشرة إلى الفوست باي بدون حد أدنى، وهناك مواقع يجب أن تصل فيها على الأقل إلى 10,000 ساتوشي مثلا من عملة البيتكوين لتسحب إلى الفوست باي. المهم أنت تدخل إلى الصنبور أو الموقع الذي يدعم محفظة الفوست باي، من ثم تقوم بإضافة عنوان عملة الرقمية. إذا كان هذا الصنبور أو الموقع يدعم البيتكوين تقوم بإضافة عنوان عملة البيتكوين، إذا كان يدعم الإثريوم تقوم بإضافة عنوان عملة الإثريوم، ومن ثم تسحب مباشرة إلى محفظة الفوست باي. كيف تحصل على العناوين التي ستضيفها في الصنابير والمواقع؟ تضغط على داشبورد ثم تضغط على ديبوزيت.
من هنا تجد مجموعة من العناوين، مثلا هذا العنوان خاص بعملة البيتكوين، قم بإضافته إلى الصنبور أو الموقع التي تريد السحب منه إلى محفظة البوست. فكذلك هنا خاص بالدوج كوين، لايت كوين، بيتكوين كاش، والداش وإلى آخره. هذه الطريقة الأولى في الربح عن طريق الصنابير والمواقع. الطريقة الثانية عن طريق إتمام العروض والمهام. يوجد الكثير من العروض والمهام والاستطلاعات التي يمكنك إتمامها والربح من محفظة وموقع الفوست باي كما تلاحظون أمامك. الطريقة الثالثة تعتمد على الضغط على الإعلانات. كل ما عليك سوى مشاهدة هذه الإعلانات وستحصل على أرباح يومية. يمكنك تحقيق حتى أكثر من $10 من هذه الطرق السهلة والبسيطة جدا. المهم، سنعود الآن إلى واجهة الموقع. هذه 3 طرق للربح من محفظة الفوست باي. كذلك توجد طريقة أخرى عن طريق الأفلييت أو رابط الإحالة الخاص بك. كل شخص تقوم بدعوته للتسجيل في محفظة الفوست باي تحصل من خلالها على أرباح، كما تلاحظون أمامكم نسبة العمولة التي ستحصل عليه. فقط تقوم بنسخ هذا الرابط وتقوم بنشره على جروبات الفيسبوك إذا كان لديك قناة يوتيوب مدونة. المهم، جروب الربح من الإنترنت الخاص بنا الذي فيه 6000 عضو تجدونه في صندوق الوصف. يمكنك الانضمام إليه ونشر روابط الإحالة الخاصة بك. كذلك توجد طريقة خامسة قد تفيد المحترفين الذين يمتلكون رأس مال بسيط، وهي عن طريق إنشاء صنبور. يساعدك موقع الفوست باي على إنشاء صنبور من خلال تقديم سكريبت مجان. قد تضغط هنا على API من ثم تضغط على بوست سكريبت. هنا تجد سكريبت يمكنك تحميله ورفعه على الووردبريس أو إضافة أو استضافة. تقوم بشرائها، قم بتحميل سكريبت وتقوم برفعه. طبعا يمكنك إضافة إعلانات إلى الصنبور وستحصل على أرباح مثل الصنابير التي نجدها على الإنترنت والتي خاصة بربح العملات الرقمي. هذه كذلك طريقة أخرى، لكن يجب أن يكون لديك رأس مال لعمل موقع ودومين واستضافة وإلى آخره. المهم، هذه جميع الطرق للربح من محفظة الفوست باي، لكن أفضل طريقة هي الفوست ليست. وكما قلت لكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة سأضع لكم مجموعة من الصنابير والمواقع تدعم السحب المباشر على محفظة الفوست باي. كذلك يمكنك زيارة مدونة أرباحي، سأضع هنا قسم خاص بالعملات الرقمية. إن شاء الله ستجدون الكثير من الصنابير والمواقع التي تدعم محفظة الفوست باي. يمكنك الربح يوميا من العملات الرقمية بطريقة بسيطة وسهلة جدا. المهم، هذه صنابير مجربة قمت بسحب منها كما تلاحظون أمامكم إثباتات السحب من هذه الصنابير. إن شاء الله سأشرحها لكم وسأترك لكم جميع روابط هذه الصنابير في فيديوهات قادمة. لذلك لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك أي فيديو نقوم برفعه على القناة. الآن سأشرح لكم طريقة إضافة عناوين العملات الإلكترونية إذا أردت السحب من محفظة الفوست باي لمحفظتك الخاصة مثلا كوان بايمت أو كوان بايز وإلى آخره. تضغط على لينكد أدرس، من هنا تقوم بإضافة عناوين العملات الإلكترونية الخاصة بك. هنا تضع عنوان المحفظة مثلا عنوان محفظة بيتكوين، من ثم هنا تضع اسم تميز به المحفظة. مثلا إذا قمت بإضافة أكثر من عنوان خاص بالبيتكوين كي لا يختلط عليك الأمر تقوم بتمييزه. مثلا هذا عنوان خاص بمحفظة كوان بايمت، تكتب هنا كوان بايمت مثلا رقم 1. تضع أي اسم يعني ليس إلزام. هنا تختار العملة يعني هذا العنوان خاص بالبيتكوين أو الإثريوم أو أي عملة. سنضع البيتكوين ثم تضغط على لين، وستضاف العناوين هنا في الأسفل. طبعا هذا إذا أردت السحب من محفظة الفوست باي. إذا أردت أن تبقى العملات الإلكترونية في الفوست باي لا توجد أي مشكلة، يمكنك استخدام محفظة كوان بايمنت. هي محفظة رائعة جدا تدعم جميع المحافظ الإلكترونية. إن شاء الله سأترك لكم رابط التسجيل فيها. كذلك يمكنك السحب على بنك الباير الذي يدعم كذلك كثير من العملات الرقمية. إذا أردت السحب تضغط على withdraw. هناك طريقتين للسحب. الطريقة الأولى تصلك الأرباح في غضون 4 ساعات. قم باختيار العملة إذا كانت البيتكوين أو الإثريوم، مثلا سنختار الإثريوم. هنا ستجد تلقائيا عنوان المحفظة الذي قمت بإضافته مسبقا من خلال linked addresses، وهنا تختار المبلغ أو تختار جميع العملات التي لديك من الإثريوم مثلا، وبعد ذلك تضغط على place withdraw. هناك طريقة أخرى للسحب، تصلك الأرباح في غضون 5 دقائق، لكن الموقع سيقتطع منك مبلغ
قرابة 7000 ساتوشي على ما أعتقد، اختار العملة، من ثم تلقائيا سيضاف عنوان البيتكوين مثلا، ثم تختار هنا المبلغ وتضغط على بليس في الأسفل. وأنصحكم باستخدام إما الباير، بنك الباير رائع جدا، كذلك يدعم كثير من العملات الإلكترونية والروبل الروسي والدولار، أو محفظة الكوان بايمنت أو كوان بايز كما تريد أنت. كذلك سنشرح هذه المحافظ في دروس وفيديوهات قادمة. المهم إذا أعجبك الفيديو لا تنسى وضع لايك والاشتراك في القناة.